ولتسليط الضوء أكثر حول زيارة جلالة الملك المعظم إلى المملكة المتحدة تلبية لدعوة تلقاها من جلالة الملك تشارلز الثالث، كانت لنا هذه الوقفة مع موفد مركز الأخبار إلى العاصمة البريطانية لندن. تأتي الزيارة التي يقوم بها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه إلى المملكة المتحدة الصديقة، تلبية لدعوة تلقاها جلالته من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في إطار علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين. وتستمد العلاقات بين البلدين ترابطها من عمق العلاقات التي تجمع بين العائلتين الملكتين في البلدين، حيث تفتح هذه الزيارة آفاقا جديدة في وضع المزيد من الصروح في بناء مسيرة الصداقة والتعاون، انطلاقا من الرؤية المشتركة لجلالة الملك المعظم وجلالة الملك تشارلز الثالث لتعزيز البناء والتنمية بما يحقق الخير للبلدين الصديقين. وبفضل دعم جلالة الملك المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شهدت العلاقات البحرينية البريطانية تطوراً مضطرداً عززته الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر بين قادة البلدين. وقد أثمرت العلاقات بين البلدين عن توقيع العديد من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، حيث توفر الروابط التاريخية والقيم المشتركة بين البلدين قاعدة مثالية للتعاون المشترك. ويواصل قادة البلدين تبادل العديد من الأفكار والرؤى لتطوير مستوى العلاقات البحرينية البريطانية وتعزيز آفاق التعاون وتوسيع نطاقه بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. عبد الرحمن المدفع لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين المملكة المتحدة. تاريخ حافل بالتعاون المشترك يمتد إلى ما يزيد على 200 عام يجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، فقد ارتبط البلدان بعلاقات وثيقة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والثقافية، الأمر الذي ظهرت نتائجه في تطوير العلاقات بين البلدين وفق مبادئ راسخة وأرضية صلبة. وقد حرص جلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه منذ توليه مقاليد الحكم في مملكة البحرين على مواصلة العلاقات الوثيقة التي جمعت مملكة البحرين والمملكة المتحدة، الأمر الذي قابله جلالة الملك تشارلز الثالث بنفس الاهتمام والحرص، وهو ما ساهم في تنامي حجم العلاقات البحرينية البريطانية في مختلف المجالات. وفي سبيل الارتقاء بعلاقات البلدين وتحقيق التكامل والتعاون المنشودين في كافة المجالات، قام جلالة الملك المعظم رعاه الله بالعديد من الزيارات إلى المملكة المتحدة، كما زار جلالة الملك تشارلز الثالث مملكة البحرين لأول مرة رفقة جلالة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في أول زيارة رسمية قامت بها الملكة الراحلة إلى البحرين في منتصف شهر فبراير عام 1979 في عهد المغفور له صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه. وفي عام 1986 قام ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أمير ويلز آنذاك بزيارته الثانية لمملكة البحرين في إطار جولة خليجية. أما الزيارة الثالثة للملك تشارلز الثالث فكانت في عام 2007 في إطار جولة خليجية استمرت 10 أيام رافقته خلالها قرينته الأميرة كاملة، حيث التقى خلالها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وكانت زيارة ناجحة بكل المقاييس أعطت مؤشرا إيجابيا على مدى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين. وفي عام 2016 زار الملك تشارلز البحرين للمرة الرابعة احتفاء بمرور 200 عام على العلاقات الودية بين البلدين. علاقات تاريخية راسخة تجمع المملكتين الصديقتين والعائلتين المالكتين أرستها الزيارات العديدة واللقاءات المتبادلة لتقوية دعائم العلاقات الثنائية والروابط المشتركة
بين البلدين والشعبين الصديقين. علاقات تاريخية متميزة تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة تمتد لأكثر من 200 عام من التعاون والاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة. وتأتي زيارة سيد جلالة الملك المعظم إلى المملكة المتحدة لتضيف لبنة جديدة في صرح علاقات الصداقة التاريخية لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين. عبد الرحمن المدفع لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين المملكة المتحدة.